هللويا. سلم على اللي جنبك وقول له انت بطل من الابطال دول. قول له انت بطل، هم دول الابطال اللي بنرنم، هم دول الناس اللي بيقولوا نادوا الابطال. انا عايز احييكم من كل قلبي، 14 يوم من الصلاه وكل يوم قوه اكتر من يوم اللي قبله، ومستمرين في الصلاه بنفس الروح الى ان ياتينا الرد الالهي والجواب الالهي. قبل ما اجي على طول اجتماع الصلاه قريت تويتر صغير كده كاتبه القسيس سامح، بيقول ايه؟ بيقول اخواتنا المسلمين يظهر مش مصدقين اننا بنحبهم، وكاتب ليه؟ فانا من هنا من على منبر كنيسه القسيس سامح وفي وسط الكنيسه اللي بتصلي لاجل مسلمين مصر، عايزكم كلكم تقولوا ان احنا فعلا بنحب المسلمين بسقفه كبيره قوي لكل اخواتنا المسلمين. ومش بس كده، انا عارف ان في ناس، عارف ان في ناس كتير قوي بتتفرج علينا على شاشات التلفزيون مسيحيين ومسلمين، ومن قلب كنيسة قصر الدبارة، من قلب مسيحية المسيح، نحن نحب الجميع ونصلي لأجل الجميع. اقفوا معايا، اقفوا معايا، اقفوا معايا، اقفوا معايا، كل دكة، كل دكة، خلينا النهاردة نصلي بركة، بركة حقيقية لكل إخواتنا السلفيين، نصلي سلام لكل إخواتنا الإخوان المسلمين، نصلي سلام لكل شعب مصر مسيحيين ومسلمين، أمين؟ يلا انضموا كل دكة كده، خلينا نصلي أول حاجة بركة ليهم. باركهم باسمك. نبارك ثمرة ايديهم. نبارك في صحتهم باسم المسيح يسوع. نقدس في الأفكار. صلي يا رب لأجل إلهام، إلهام وبصيرة. افتح للحب طريق، افتح للحب طريق. أخونا عصام يتقدمنا في الصلاة بالنيابة عن الكنيسة. يا أبونا السماوي، إحنا نعلن من هنا إن إحنا بنحب إخواتنا جدا يا رب. بنحب البلد دي بكل شعبها يا رب، بنحب المسلمين يا رب زي ما بنحب المسيحيين. نعلن إن إحنا بنتمنى لهم كل خير يا رب، بنحب السلفيين والإخوان، بنتمنى لهم النور، بنتمنى لهم القيادة بروحك، بنتمنى لهم الرجوع يا رب لحضنك، بنتمنى لهم شفاء من كل بغضة وكراهية، بنتمنى لهم كل خير ليهم ولأولادهم ولصحتهم ولعيالهم، بنتمنى ليهم يا رب استرداد من بعد لحضن الآب، بنصلي لهم، بنباركهم، بنطلق ليهم نعمة وشفاء وحرية، بنبارك البلد دي بكل طوائفها وكل اللي
اللي بيحبونا واللي ما بيحبوناش، المختلفين عننا، احنا بنباركهم، بنطلق ليهم كل بركة في قلبك في اسم المسيح يسوع يا رب. امين. اتفضلوا. النهاردة هنصلي بإيقاع سريع، فانا هاخد بس دقيقتين اقول لكم على الفكرة الاساسية اللي احنا هنبتدي نصلي فيها. شايفين الصليب الكبير دوت؟ احنا جبناه عن قصد الليلة دي، علشان في كورنثوس الاولى 1:18 يقول الكلمة الجميلة ديت، ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، ملهاش اي معنى، صليب اداة اعدام، لكن عندنا نحن المخلصين فهي قوة، مش سامعكم، قوة الله. خلي بالكم، خلي بالكم، إجابات الله غير المتوقعة. كلنا بنسأل نفسنا، والصلاة غيرت فينا عشان نسأل نفسنا ونقول مش يا رب انت ناوي تعمل امتى، انت ناوي تحلها ازاي، لكن الصلاة بتغير فينا انا وانت عشان نقف هنا ونقول يا رب انت المرة دي هتعملها ازاي. فاكرين بسرعة كده، فاكرين لما دانيال اترمى في وسط جب الاسود، كل الناس كان عندها توقع ربنا مش هيسمح ابدا انه يترمي، ده ممكن ينزل يلاقي الاسود ماتت، ده ممكن يضيع كل العقاب عليه المشهور، لكن ربنا عملها بشكل مختلف غير اللي احنا توقعناه واي حد توقعه. حد فيكم كان يتوقع ان الاسد يبقى مخدر مريحة لدانيال؟ لا. هو تفتكروا ان دانيال فضل طول الليل يهوش فيه ويقول له انت اسد انت ولا حاجه زي كده؟ لا 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 لا، خضوع كامل. الصليب بنفس الطريقه دي يا احبائي كانت اجابه الله غير المتوقعه، لأن آلات الإعدام ديت اللي أنت شايفها بعد 3 أيام صارت قوة الله الشافية للبشر. وإحنا عايزين ناخد قوة الله ديت ونصلي بيها النهاردة، ونصلي بيها، نستخدمها في كل المواقف اللي هنصلي لأجلها النهاردة. كم واحد يقول أمين؟ تعالوا نقرأ الآية ديت مع بعض، لو قدامنا تقدر تطلعها لنا، خلونا نقراها مع بعض. 1 2 3 كلمة الصليب لا نحن فهي قوة الله. خلونا نبتدي نصلي. أول حاجة عايزين نصلي لها، وأنا عامل زي نشرة الأخبار وأنا بكلمكم دلوقتي. الخبر الأولاني بيقول القوات المسلحة المصرية موجودة في الشارع المصري النهاردة، وإنها محاصرة بعض الأماكن الحيوية في البلد، وإحنا عايزين نصلي إن القوات ديت تفضل وتستمر بتاريخها المشرف حامية لشعب مصر من كل شر. كم واحد يقول أمين؟ وقفوا معايا، وقفوا معايا، بصوا فوق كده، شايفين؟ حد شايف أي حاجة؟ في حاجة في السقف فوق؟ حد شايف؟ يقول له افتح عينين الغلام يا رب، احنا عايزين نشوف قوات سمائية كمان بتتحرك على الارض. صلوا صلوا دكك مع بعض، كل دكة تميل ناحية الدكة التانية، عايزين القوات السماوية تنزل في اللحظات دي، في اللحظات اللي احنا بنصلي فيها، بالوقت اللي انا بكلمكم فيه دلوقتي، الامور بتحسم على الارض. صلي ان قوات سماوية تنزل معانا دلوقتي، وإن أرض مصر تفضل طاهرة مستورة محمية. صلي إن الرب يدي حكمة للي بياخد القرار، صلي إن حكمة ومشورة الرب تثبت الآن باسم الرب يسوع. قوة من صليب المسيح، قوة من صليب المسيح تخرج مع القوات السماوية، تنتشر في كل الأماكن الحساسة اللي موجودة في قواتنا المسلحة الآن، مش بس
تحميق للمشورة، لكن إعلاء لمشورة الحكمة. ادي يا رب حكمة سماوية، ادي حكمة سماوية باسم المسيح، ادي عيون تشوف ما لا يرى أبعد بكتير من اللي شايفينه في الجسد. ادي يا رب حصار، حصار حقيقي ان القوات تنشر بالعزة. نصلي باسم المسيح ان قوات من السماء، ملايكة تحيط بكل منشأة، بكل مكان استراتيجي في البلد، حتى دلوقتي واحنا بنصلي في اسم يسوع. رعب 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 في كل يا رب الكم بتاع العدو، رعب يا رب في كل اللي يمس شعب مصر بالأذية، رعب للي بيفكر في العنف، ارمي في وسطهم رعب يا رب. صلي ان الرب يملى معسكر العدو، ان معسكر العدو يمتلئ باللخبطة، يمتلئ بالتشويش، ان كل يد تمتد بأذية الشعب تخضع باسم المسيح يسوع. وكل مشورة العدو تبطل، أما مشورة الرب فتثبت للأبد. صلي صلي صلي، اطلق قوة الصليب النهاردة، قوة الصليب الفادية، قوة الصليب الفادية. نعظم دم المسيح، نعظم دم المسيح. هاللويا. تعالى نعظم قوة الرب حتى واحنا بنصلي لأجل الأكشن والتحركات اللي بتحصل دلوقتي. بنعظم شخص المسيح وبنرفع لاسمه التسبيح، كل ركبة وكل لسان راح تسجد باسم المسيح. بنعظم شخص المسيح وبنرفع لاسمه التسبيح، كل ركبة وكل لسان راح تسجد باسم المسيح. بالدم المسفوح راح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي التسبيحات. بالدم المسفوح راح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي التسبيحات. من مرضى والمحصورين نشرب فرح وحب سمين، بالدم المسفوح راح نرفع
زي ما قلت لكم الصلاة تغير قلبي. أنا مش فارق معايا، أعرف أنت هتعملها إزاي. أنا متأكد إنك تعملها أفضل من اللي أنا متخيله ومتوقعه. الكتاب المقدس بيحكي عن المسيح اللي جال يصنع خير ويشفي كل مرض في الشعب، واحنا شعبنا بيصرخ بكل انواع المرض وكل انواع الاحتياج. عايزك تشوفوا معايا الترنيمه اللي جايه ديت. ترنيمه بتحكي عن اللي ربنا جاي يعمله في مصر وجاي يعمله بسرعه. بعد ما نشوفها في الترنيمه دي هنرنم احنا الترنيمه كنوع من النبوه على ارضنا. أمين؟ يا ثروت جاهز الترنيمة؟ تعالوا اسمعوا كلامي وكلامي هيحييكم. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطي برقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ورويني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ورويني. لمسة من هد بثوبك بتشفيني. يا ابنتي إيمانك قد شفاكي. اذهبي بسلام. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ورويني. محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وهشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وهشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك،
غير وانا بحتاج يا يسوع الرحمن لطهرني انا بحتاج امس روحك تغيرني وانا بحتاج يا يسوع الرحمن لطهرني وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك الصليب قوة غافرة قوة غافرة. الأسبوع ده كفر أبو مسلم بقى أشهر من عواصم العالم مركز نمرس بقى مشهور جدا والعملين نقول عليه بقى لنا أسابيع إن العدو الحقيقي للإنسان مش الإنسان لكن الشيطان يتمثل في المركز البسيط بين الناس البسطة وسمعنا إن الإنسان يتلذذ بقتل أخوه الإنسان وما زالت الأفراح شغالة في المركز البسيط لأن المسيح قال إنه هيجي عشان يقتل الشيطان يقتل يسرق يسبح يهلك النهارده عايزين ناخد القرية ديت عايزين ناخد مصر كلها ناخد منطقتنا كلها بصليب الغفران بصليب الغفران هناك نتعلم ازاي نحب بلا شروط نتسامح هناك حتى عائلات الخمسة اللي ماتوا منها ديت تعرف تغفر للقاتلين احنا هنا من وسط الكنيسة عايز اصلي لأجل الخمس عائلات ديت بالاسم نروح الله المعزي يعز قلب كل واحد فيهم نروح الانتقام ما يلاقيش مكان لكن روح الرحمة تلاقي مكان قول امين معايا ارفع ايدك كأنك بتشاور على الصليب كأنك بتشاور على صليب المسيح وصلي معايا بصوت عالي ارفع صوتك النهاردة وقول يا رب غفران 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 يا رب غفران غفران يا رب للقاتلين غفران للي قلبه اتحجر للي بجهل في عدم إيمان ظن انه بيعمل رضاك يا رب فقتل أخوه الإنسان للي في جهل يا رب صارت مشاعره متحجرة علشان يرضيك يقتل أخوه يا سيدنا رب أرض غفران وتحويل يا رب تحويل للقلوب الحجرية لقلوب حساسة لقلوب لحمية أرض باسم المسيح باسم المسيح قوة غفرانك قوة غفران صليبك تخرج يا رب تخرج تخرج وتمشي في شوارع المركز البسيط دوت تقول في شوارع يا رب تغسله من دماء وتغسل العقول والضمائر من محبة الشر قال كل ثلاثة واقفين مع بعض من فضلكم صلوا معايا صلوا لأجل العائلات الخمسة اللي حصلت ليهم الكارثة ديت صلي إن الله
يتدخل بتعزيز، وصلي ان الله يديهم قوة غفران، صلي ان حلقة الانتقام تتقطع الليلة دي، وان دايرة الانتقام ديت ما تكملش. اتأكد انك واقف جنب حد، اتأكد انك بتحط قلبك في الصلاة، اتأكد انك انت عايز تقطع مع الروح القدس دايرة الانتقام. ان القتال منذ البدء، اللي قتال للناس منذ البدء ما يكملش الدايرة ديت. اسمع صراخي يا سيدي، وإلى صلاتي أميل أذني، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا I'm
محتاجين الرب، فأنا في حاجة شديدة إليك. والشعب في مصر النهاردة بيصرخ، الكنيسة بتصرخ عنه، يا رب إحنا في احتياج عظيم جدا ليك. اللي أخونا فوزي شارك عنه شيء مؤسف مخجل عار، محتاجين نقول له رب سامحنا، سامح شعبنا. عشان كده احنا جايين النهارده بروح مضاده للي حصلت. ابليس كانه رفع العلم بتاعه، كانه فضح نفسه. عارفين العلم بتاع القراصنه، العلم اسود كده وعليه جمجمه وعظمتين كده، ويقول لك لما يجي يملك مكان يحط ده مكان موت. كان ابليس فضح نفسه، لكن احنا الكتاب بيقول ان علمه فوقي محبه. نقول له رب النهارده انشر علم المحبة على مصر، خلي الناس تقول مش عايز ده، أنا عايز الحب، عايز علم المحبة. خلينا نقول له أنت عظيم، خلينا نقول بإيمان كأننا بنفرد علم محبة الله على مصر الأيام ديت، ونقول له رب املأ الأرض دي مش بالموت زي ما إبليس عايز، لكن العكس، املأ الأرض دي بمحبتك، املأ الأرض دي بأشواء لإله المحبة، وليكن علمك على مصر محبة. أنت عظيم في محبتك، عظيم في غفرانك، عظيم في شفائك. خلينا نعظم الرب، نقول له ده طلبنا النهاردة لمصر يا رب. عظيم في كده انهم يصرخون الى الله فيرسل لهم مخلصا. بيحكي كده في اشعياء 19، بيقول كده ان الشعب يصرخ امام الرب فيرسل لهم مخلصا. الرب يحب يعمل ويقدر يعمل الامور اللي احنا نتمناها بس ما نقدرش عليها. ده عشان كده الكنيسه بتصلي. علامه جميله جدا الكنيسه تصلي، معناها ان الكنيسه أشواقها كبيرة قوي، أكبر من إمكانياتها. وكنيسة ما تصليش يبقى ناوية تعمل اللي هي تعرف تعمله. ودي الحاجة المشجعة لما بنشارك في أماكن كتير في العالم، لما الناس بتيجي تقول إيه اللي بخلي الناس تصلي كده في مصر، بيقول لأن الحلم بتاع الكنيسة في مصر
أكبر قوي قوي منها، لأنه الكنيسة مستنيه أن ربنا يعمل حاجات اللي ما نعرفش نعملها. أشواق، تغمض عينك كده تشعر بأشواق وتشعر بشهادة الروح القدس أن الرب يريد أن يعمل عمل عظيم جدا جدا، لكن ما نقدرش. لو بصينا لروحنا كده ما نقدرش. لكن دايما التحدي الإلهي أنه ينظر إلى التلاميذ، ده اللي قاله المسيح لمجموعة صغيرة من التلاميذ، شل صغيرة ماشيين في شوارع فلسطين وأورشليم وما لهمش لا قوة ولا شهرة ولا أي حاجة، لكن يسوع ينظر إليهم. ما عارفش، تخيل دايما يسوع لما ينظر يقول كلام من ده يبقى وشه منور مليان بابتسامة مشجعة جميلة، يلتفت إلى تلاميذ يقول لهم لا تخف أيها القطيع الصغير. في الحسبة الإنسانية أنت صغير، لكن يقول له، عايز أقول لك بقى سر، أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. أبوكم السماوي ينظر إلى كنيسة مصر يقول لها أبوكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. عشان كده تلاقي قلبك مولع، تلاقي قلبك متحمس، تلاقي نفسك بتصلي أكتر من أي وقت تاني، لأن ربنا جاي يعمل حاجة اللي لنا ولا أنت نقدر نعملها، احنا جايين نطلب الحاجات ديت. ده لما أخذ حزقيال إلى البقعة الملقانة عظام وأمروا على البقعة ديت وقعد يفرجوا، فحزقيال قال إنها عظام يابسة جدا، يعني مش بس يابسة، يابسة جدا. فالرب قال له أتحي هذه العظام؟ ياريت، بس هو نقدر؟ قال له يا سيد أنت تعلم، أنت وحدك اللي تقدر. وربنا النهاردة بيورينا حقيقة التعب اللي حصل في، وده نموذج صغير اللي حصل في القرية المصرية والناس اللي اتقتلت واتسحلت، وياما اتعمل قبل كده، اتعمل في أماكن فيها تجمعات مسيحية، واتعمل في كنائس واتحرقت. وربنا يجي يقول لنا عظام يابسة، أتحي هذه العظام؟ ونيجي نقول له أنت تعلم. رب يقول تنبأ على هذه العظام. الصلاة اللي احنا بنصليها هي تنبؤ في الروح، مش حاجة بنقولها على مزاجنا، احنا بنقول اللي على قلب ربنا ناحية بلادنا. شاعر 43 يقول كده لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها. عايزك تتأمل ان ربنا عنده مزاج، وبس مش بس مزاج، وعنده قدرة انه يجي يعمل الحاجة اللي محدش يقدر يعملها، اللي يجي البشر اللي زينا ما تقدرش تعملها بإمكانياتك الطبيعية، بتفكيرك البشري، بإمكانياتك المحدودة، ما تقدرش، تقدرش تيجي تقول للعظام تحيا، تمين. لكن فيه بيقول فتنبأت على هذه العظام فهبت الريح وامتلأت واتكست باللحم وبالعصب وامتلأت من الروح وصارت جيشا عظيما. ويجي يقول كده لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها، يعني الحاجات اللي انت طول عمرك اتعودتها، الحاجات اللي انت كبرت عليها طول عمرك، الحاجات اللي انت كبرت على ان ده صح وده مش صح، ان ده ممكن وده مش ممكن. على قد تفكيرك، على قد لحافك مد رجليك، على قد امكانياتك اتحرك، خليك على قدك، داري على شمعتك تقيد. كل الكلام اللي اتعودناه انك تفضل قاعد مستخبي ومخبي كلمة ربنا واهو ملمومين على بعض وكافين خيرنا شرنا، يجي ربنا يقول لك لا تذكروا الأوليات، كل اللي اتعلمته ده انساه، والقديمات لا تتأملوا بها. أصل احنا عارفين مصر كويس، احنا عايشين فيها وبقالنا سنين وكبرنا في مدارسها وسمعناها وشفنا الناس في الشوارع وشفنا الدنيا حصل فيها ايه، يجي ربنا يقول لك ها أنا ده صانع أمرا جديدا الآن ينبت، ألا تعرفونه؟ أجعل، بص التناقض، أجعل في البرية طريقة، في البرية اللي هو محدش بيمشي فيها، اللي لو طلعت في الصحراء تتوه، اللي لو رحت هناك تبقى ضعت ولو لقوك يبقى أنقذوك. يقول أنا أجعل في البرية اللي فيها الناس ما بتعرفش طريقها، الناس مش عارفة تروح من فين لفين، أجي أجعل في البرية طريقا وفي القفر الأرض النشفة أنهارا. ده الإله بتاعنا اللي يجي يقدر يعمل أمور ما حدش فينا يقدر يعملها. أجعل في مصر طريقا وفي صحراء مصر أنهارا وفي الأماكن النشفة أنهارا. بيقول حتى الحيوانات هتفهم، يمجدني حيوان الصحراء. يقول لك ده الحيوانات هتفرح لأنها كانت عطشانة وشربت، ده الحيوان هيفهم ويمجدني. وبنات النعام لأني جعلت في البرية ماء أنهارا في القفر لأسقي شعبي مختاري، هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي.
يبقى هنا مش بيتكلم على صحراء ماديه، بيتكلم على صحراء روحيه، بيتكلم على مكان مفهوش تسبيح، مكان مفهوش كلمه ربنا، مكان مفهوش فرح، مكان مفهوش خلاص، مكان محروم من ماء الحياه. وبيقول انا اجعل في البريه الروحيه انهار ماء حيه تيجي وتنسكب على 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 الاماكن ديت، وهذا الشعب يحدث بتسبيحي. ده إلهنا اللي يجي يقدر يعمل أمور عظيمة. ده اللي ابتديناه وده اللي مكملين فيه وده اللي هنكمل فيه، إن احنا يا رب منتظرينك تيجي تصنع أمور عظيمة، تيجي تصنع في البرية طريقا وفي القفر أنهارا، تجعل في البرية ماء أنهار وفي القفر لتسقي شعبك مختارك. هذا الشعب في مصر يقول جبلته لنفسي، مبارك شعبي مصر يحدث بتسبيحي. احنا جايين نقول لك يا رب اسكب مياه جديدة، اسكب سكيب جديد علينا، اسكب سكيب افتقاد على بلادنا. زي ما الكتاب بيقول نادوا للعطشانين اللي ما معهمش فلوس مش قادرين يشربوا، تعالوا كلوا واشربوا بلا ثمن وبلا فضة، نعمة إلهية مش محتاج تتعب روحك عشان تلاقي ربنا، لو طلبته تجده. ده اللي احنا جايين نطلبه، احنا جايين يا رب تسكب أنهار جديد على بلادنا، تيجي تفجر في القفر ينابيع مياه، تيجي في الحتة اللي عمرك ما تخيلت هيكون فيها كنيسة هيكون فيها كنائس، هتيجي على قرى زي القرى اللي بنسمع عن المصايب اللي بتحصل فيها دي ويكون كلمة ربنا فيها. قفر صحراء برية، لكن اجي اشوف الاماكن والناس اللي ما تعرفش ربنا ان ربنا بيفتقدهم ويعمل في البرية دي طرق وانهار، ومصر شكلها تتغير. لما تبقى صحراء وبيجيبوا لها المية الصحراء تتغير مش كده؟ تخضر، تيجي تبقى مليانة بالحياة، مليانة بالفرح، مليانة، تبقى جميلة، تبقى جذابة جدا. وده اللي ربنا عايز يعمله في وسط شعبنا، ده اللي الروح القدس بيشهد بيه، انك ما تبصش للأوليات والقديمات، ما تبصش اللي انت شايفه بعينيك العظام اليابسة، صدق وعود الله واطلبها معاه، تنبأ يا ابن آدم على هذه العظام. عشان كده خلونا نقف مع بعض ونقول له رب احنا بنطلبك لشعبنا الايام ديت، احنا بنطلب افتقاد الهي من عندك، احنا بنطلب انك تيجي وتفتح انهار مياه على شعبنا، احنا بنطلب يا رب انك تمطر على كل قفر برية، على كل مكان محروم من كلمتك تمطر عليه، على كل مكان مفهوش كلمتك تطلع فيه يا رب كلمتك، زي ما بيقول كده ان كلمتي كالمطر النازل من السماء لا يرجع إلي فارغ مرة أخرى، بل يفعل ما سررت أن أرسلها من أجله. بيقول كده كلمتي زي المية اللي نازلة من السماء ما بترجعش تاني، لكن بتنزل المية وجات على الرملة تطلع زرع. خلينا نصرخ كلنا للرب نقول له مطر علينا الأيام ديت، ارسل كلمتك، ارسل روحك في وسطينا، ارسل افتقاد يا رب لشعبك، تعال المس الناس اللي ما تلمستش، وقع قشور من العيون يا رب، تعال النهاردة افتقد حسب وعدك، حسب وعدك يا رب النهاردة أن الشعب الجالس في الظلمة وفي ظلال المبت يبصر نورا عظيما. صلي في قلبك قل له كده، اطلب ربنا لمصر الأيام ديت، اطلب افتقاد إلهي، اطلب افتقاد روحي لجيرانك، اطلب افتقاد روحي لقريتك، اطلب افتقاد روحي الشارع بتاعك، اطلب افتقاد روحي لزمايلك، اطلب افتقاد روحي، عيون تتفتح، قول له يا رب تعالى افتح عينيا، تعالى افتح عينين الشعب ده، تعالى مطر على الشعب ده، تعالى غطي ببركه هذه الارض يا رب، افتقاد افتقاد، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب، ويكون للرب مسبحا في وسط أرض مصر وعمد عند تخمها. تيجي يا رب زي ما قلت يعرف الرب في مصر، فيعرف الرب في مصر، يعرف يتعرف، الناس هتعرفه، ويعرف المصريون الرب. ارسل المطر يا رب، ارسل المطر المبكر والمتأخر، ارسل كلمتك، ارسل نورك، ارسل قوتك، ارسل افتقادك، ارسل حب. ارسل خدام كثيرين الأيام ديت.
تعال يا رب بروحك يمس أراضينا مصر عطشانة لروحك يا إلهنا إروينا تعال يا رب بروحك يلمس أراضينا مصر عطشانة لروحك يا إلهنا إروينا بنشوف حقك وبلدنا بتبركك وسلام بيدوم نازل من السماء محدش يقدر يقاومه مهما قومته ومهما عملت المطر ينزل ويوصل لكل مكان ولما ربنا يقول كده ان الشعب الجالس في الظلمة وفي ظلال الموت ابصر نورا عظيما محدش يقدر يمنع النور ابدا ان يوصل قلوب عشان كده خلونا نصلي قوله يا رب زي ما صلينا سنين ورا سنين يا رب ارسل رؤى واحلام ونور واستنارة بيقول كده الذين نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل في استنارة بمقابلة ربنا لما شخص بيتقابل مع ربنا يستنير وكتير قوي من الناس معناهم بيقول كده أنا إزاي كنت عايش في الضلمة دي أنا كده فهمت أول ما يقول يا خبر أنا كده فهمت استنارة إلهية في عمل إلهي بيعمل في القلوب إحنا كل شوية نفاجأ بكم الحصاد الرهيب اللي موجود في مصر بكم الناس اللي بتيجي لربنا بكم الافتقاد عشان كده عايزين نقول له يا رب كمل كمل عملك تعالى ارسل نورك الى القلوب ارسل كلمتك ارسل مطرك ارسل افتقادك ارسل احلامك ارسل رؤاك في قلوب ملايين المصريين بلا تفرقة على البيوت على الغناي وعلى الفقراء على البعيدين وعلى القريبين قل له يا رب تعالى اشرق بنورك اشرق بنورك علينا يا رب الايام ديت قل له يا رب احنا بندعوك كنيستك بتصرخ اليك في مصر كنيستك بتصرخ اليك في مصر بنقول لك تعالى بنور احنا طالبين نور احنا طالبين استنارة احنا طالبين افتقاد احنا طالبين شفاء للشعب احنا طالبين معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح احنا طالبين يا رب انك تشرق علينا وتنور علينا وتنور على الشعب من اول مصر لاخرها من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها من مدنها لقراها لحواريها لشوارعها لكبرها وصغيرينها لمتعلمينها وجهالها يا رب تعالى بمحبتك علينا اشرق بنورك اشرق غطي مصر بنور ما يبقاش في مكان الظلمة تهرب قدامك يا رب لا يكون ظلام لكن نور نور ليكن نور ليكن نور باسم يسوع قل له اشرق بنورك علينا الايام دي باسم يسوع لا يكون ظلام
للي عايش قوتي ويكون سلام وهدي تفتح طريق لا يكون ظلام. بمجدك أشرق بمجدك. خلونا نصلي ونتنبأ بالكلمات ديت إن الرب يجي ينور، إنه الضلمة تهرب. لما النور يجي الضلمة ملهاش اختيار، ما تقدرش تزق الضلمة ولا تهش الضلمة ولا تزيح الضلمة. هات النور، هات النور. يحصل إيه؟ الضلمة تهرب، تهرب، تختفي في لحظة، في طرفة عين. عشان كده تعالى بنور، لأن الشعب الجالس في الظلمة وفي ظلال الموت أبصر نورا عظيما. أشرق بمجدك
امين. خلينا كل اتنين نصلي للطلبه ديت. يا رب تعالى بنورك اخترق الظلمه. تعالى وقع القشور اللي على العيون. تعالى شيل الحجاب اللي على الاذهان اللي مانع رؤيتك بمجد وبوضوح. تعالى انزع الظلمه. تعالى شيل الغطاء المظلم ده، انزعه ونور القلوب ونور الاذهان. خلي الناس تشوف الفرق بين الحب والبغضه والكراهيه، بين الحياه والموت. وضعت امامك طريق الحياه والموت فاختار الحياه، البركه واللعنه. خلي الناس تستنير وتختار البركه، الناس تستنير وتختار الحياه. في إنجيل يوحنا، في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع، لما راح المسيح ودخل للسامرة وتقابل مع المرأة السامرية، كان وقت غدا، التلاميذ راحوا يبتاعوا طعام، وأثناء ذهابهم وهم تلاميذ يعني الرسل واللي بيعدوا للعمل العظيم ده راحوا يجيبوا أكل، المسيح تقابل مع المرأة السامرية وحصل الحديث والحوار الرائع اللي بينه وبينها، وانتهى الأمر بأنه هذه المرأة السامرية راحت إلى المدينة وقالت لهم إنسانة قال لي كل ما فعلت. وكان المقابلة ديت مقابلة بسيطة جدا عند بئر مع امرأة وسامرية وواحد يهودي، ويكلمها عن ماء الحياة، ويصير تغيير رهيب في هذه القرية. القرية كلها جت وقالت احنا امنا
بيه مش بسبب كلامك يا امرأة، احنا امنا بيه بسبب اللي هو بيقوله اللي هو بيعمله فينا. ولما رجع التلاميذ في اثناء ذلك في عدد 31 اي يوحنا 4 عدد 31 بيقول في اثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين يا معلم كل، قالوا له انت ما اكلتش، انت نسيت تتغدى وتاكل، يا معلم كل. فقال لهم انا لي طعام لاكل لستم تعرفونه انتم. في حاجه تشبعني وبتفرحني وبشتاق ليها اكثر مما تتخيله. فقال التلاميذ بعضهم لبعض لعل احدا اتاه بشيء لياكل. حد جاب له ساندوتش ولا حاجه ولا بيتزا ولا بتاع، ما حد مين جابوا ايه، ما فيش اكل حوالينا. فقال لهم يسوع طعامي ان افعل ان اعمل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله. انا جاي عشان حاجه محدده، انا جاي عشان السامريه وعشان اللي زيها، انا جاي عشان قريه زي كده عمرها ما سمعت عني، انا جاي في مكان ما حدش من الخدام عايز يروح له بس انا هروح له، انا هجاي اروح للحتت زي القريه اللي سمعنا عنها واللي حصل فيها البشعه دي، انا جاي بقى للحتت ديت، ده طعامي، دي مسرتي، انا اريد ان افعل مشيئه الذي ارسلني اتمم عمله. بعدين شرح لهم اما تقولون انه يكون اربعه اشهر ثم ياتي الحصاد؟ مش اي واحد بيفهم في الفلاحه وفي الزرع يقول بعد اربع اشهر ميعاد الحصاد جه، بيبقى ما في مش 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 عايزه شطاره يعني، مش عايزه انت عرفت منين يعني ايه ايه الذكاء ده، انت طلعته على درست في كليه ايه؟ لا لا، اي فلاح بيزرع الزرعه بيعرف ان بعد اربع اشهر في ايه، في حصاد، دي حاجه طبيعيه، دي حاجه منطقيه. الا تقولون انه يكون اربعه اشهر ثم ياتي الحصاد؟ وانا عايز بقول لكم الوقت جه، ها انا اقول لكم ارفعوا عيونكم وانظروا الى الحقول انها قد ابيضت للحصاد. وغالبا كان بيقول لهم كده في الاغلب، يعني هو بيشاور على القريه اللي طلعت واتلمت حواليه، قال لهم الحصاد جاهز اهو، والحصد ياخذ اجره ويجمع ثمر للحياه الابديه لكي يفرح الزارع والحاصد معا. المسيح في الجزء ده وفي جزء اخر اضاف للجزء ده، قال الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. الجزء ده معناها انه الحصاد ابيض لان ربنا عمل الدور بتاعه، ربنا ارسل نور، ربنا تعامل مع الناس، ربنا ارسل مطر على الناس، ربنا افتقد القلوب وافتقد الشعب، وبيقول الشعب جاهز، احنا نقول لا لسه بعيد، ربنا يقول لك لا الوقت قد جاء. ولو تحب تقول الكلمات دي تقول ارفعوا عيونكم الى مصر انها قد ابيضت للحصاد، كانه ربنا بيقول الزارع فاهم انه بعد اربع، اذا انت قعدت تصلي وتقول يا رب ارسل كلمتك ارسل كلمتك وطلبته يبقى الحصاد جاهز خلاص. لكن مشكلة ربنا مش ان المطر قليل، مشكلة ربنا مش ان الارض وحشة، مشكلة ربنا مش ان الزرع ما طلعش، مشكلة ربنا انه لا يوجد فعل للحصاد. اذا انت مصدق ان الوقت ده وقت حصاد فربنا بيدور على الفعلة، بيقول اطلبوا لرب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده. قال دي الطلبة الصح، واحنا النهاردة عايزين نقوله كده، بس قبل ما نقوله كده قال بقوله يا رب ارسل فعلة الى حصادك، عايز اقول له رب انا ارسلني، ها انا ذا ارسلني. عشان كده احنا عايزين نقول له رب تعالى ارسل فعلة كثيرون، افتقد افتقاد عظيم، خلي الكنائس تتملي الايام ديت. فاكرين بعد ليلة محبطة جدا بطرس بيحاول يصطاد والمسيح جاله قال له يا بطرس القي الشبك، قال له يا رب قد تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا لكن على كلماتك ألقي الشبكة. واحنا ساعات نبقى في وسط الإحباط ويجي المسيح يقول لنا ده وقت صيد رهيب، الدنيا بتقول عكس كده خالص، ده وقت صيد رهيب، وكأن ربنا جاي يقول مصر النهارده تقول يا رب احنا تعبنا قوي، بقالنا قد ايه بنصلي، بقالنا قد ايه بنطلب، بقالنا قد ايه بنعمل، الرب قال الآن ارسل ارمي الشبكة، وصارت الشبكة تتخرق من كثرة السمك. ربنا النهارده عايز يقيم مننا صيادين سمك، عايز يقيم من كل واحد فينا حصاد، عايز يخلي من كل واحد فينا غصن مثمر للرب، لأنه مكتوب كده ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم
وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر كثير. ربنا عايز يقول كده كل واحد. عايز تبقى جزء من الحصاد ده؟ كل اللي موجودين، الناس اللي بتتفرج علينا في التلفزيون، إن ربنا عايز يقيم فعل لحصاده. خلينا ناخد اللحظات ديت قبل ما نقوم ونصلي للرب أن يرسل فعل لحصاده وحصاد عظيم، ونختم بالطلبات والترانيم ديت. وانت قاعد صلي في قلبك وقول له رب جهزني أكون واحد من الفعلة دول. قل له ها أنا ذا يا رب ارسلني، حط إيدك عليا النهاردة وابعتني لحقلك. ولما تصلي وتحس انك انت عايز تقول الطلبة دي من كل قلبك وتقول له ها أنا ذا يا رب ارسلني، عايزك تقف مكانك وهستنى لما تصلي، ما تقفش بدري، ما تستعجلش، لكن صلي الأول قل له رب أنا عايز أكون جزء من الخدمة ديت، أنا عايز أكون جزء من الحصادين، أنا عايز أكون جزء من خطتك، أنا عايز أكون جزء من خدمتك. لما تشعر أن الطلبة دي مالت قلبك وأنك فعلا من كل قلبك عايز تقول للرب ها أنا ذا يا رب ارسلني، أقف مكانك لحد ما عددنا يكمل كل اللي ربنا بيدعوهم. وانت بتقف قول له ارسل بقى فعلة تانيين، قول له مش عايز ابقى لوحدي، قول له عايزين مئات الالاف من الخدام في مصر ايام ديت. قول له ها انا يا رب ارسلني وارسل فعلة اخرين الى حصادك، علمنا كيف نكون صيادي ناس، علمنا كيف نكون نور وملح، علمنا كيف نكون مستعدين أن نجاوب كل الذين يسألوننا عن سر الرجاء الذي فينا. تعتمدش على نفسك ولا على خبراتك السابقة، اعتمد على نعمته الأيام ديت. قل له ثبت ركبي المخلعة وشدد أيدي المسترخية، اديني أذهب ذهابا بالبكاء حاملا مبدر الزرع، لكي أجيء مجيئا بالترنم حاملا حزم وفرح. الذاهب ذهابا بالبكاء مجيئا يجيء بالترنم. تعتمدش على نفسك، يا رب النهارده بنعمتك اكون خادم ليك، بنعمتك اكون صياد ناس، بنعمتك وقوتك اكون خادم ليك. ارسلني ارسلني، قل له ارسلني ابعتني، ما اقدرش اروح بقوتي، اروح بقوتك. قل له قويني وشددني الايام ديت. انا ذا ارسلني ارسلني، انا ذا ارسلني انا ذا ارسلني ارسلني، ها أنا ذا ارسلني، ها أنا ذا ارسلني ارسلني، ها أنا ذا 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 ارسلني.
اصنع بنا نهضة يا رب، اصنع بينا، اصنع بيه، اصنع بكنيستك، اصنع بكنايسك، اصنع بولادك، اصنع بنا، اصنع بنا. احنا ما نقدرش، احنا ما نقدرش لوحدنا، ما نقدرش بانفسنا، لكن انت تقدر تصنع بقطيع صغير نهضة عظيمة. انت تقدر تستخدم الضعيف والمصدرة وغير الموجود والاواني الخزفية لتمجد اسم الله. كنز في اواني خزفية، اصنع، اعمل انت رب عملك انت، ده مش عملنا، اصنع انت بينا نهضة، اصنع بكنيستك نهضة يا رب في اسم يسوع. اصنع بينا نهضة نختم. حب نصلي مع بعض التلباط، بس نفسي أعمل حاجة تعلمتها من كنيسة في العراق. بيعملوا كده، بيوزعوا الورق ده على الشعب، وكل واحد بياخده يقراه ويصلي ويخليها معاه أسبوع ويصلي للتلباط ده، ما حد ما تعرفوش. فأنا هطلب إذا ممكن، إذا تحب تاخد ورقة من الورق ده وتبص فيه كده بسرعة، اللي يحب ياخد ورقة ياخدها، إذا عايز تحرك تاخد منه ورقة قبل ما يخلص فرصة يعني، عشان تحب تصلي لحد. ممكن تحرك كمان للنص عشان لو حد من بعيد يحب ياخد. وكده ما نحسش إن الورق كتير، نحس الورق قليل قوي. كل واحد معاه ورقة مش كده؟ عايزك تفتحها وتقراها كده. الورق ده فيه طلبات شفاء، ناس عيانة مريضة، وناس في محن وصعوبات، وناس في مشاكل عائلية، وناس بتمر بأوجاع ومخاوف. ارفع الورق اللي في ايدك كده، اقراها وارفعها في ايدك قدام الرب، ارفعها في ايدك قدام الرب. قول له رب أخويا ده شيله، البيت ده المسه، العيلة دي افتقدها، المرض ده شفيه. تعال يا رب على شعبك، تعال على أولادك الصريخين إليك وأنت متمهل عليهم. تعال ارسل شفاء من عندك، ارسل معونة من عندك، ارسل قوة من عندك، ارسل افتقاد من عندك. تعال المس الناس اللي لسه ما تعرفكش ببيوت، ارسل، المس شباب بعيد عنك، المس ناس في قيود ادمان وقيود جنس وشهوة، المس ناس في علاقات خاطئة، المس ناس بعيدة عنك، رجع ناس، اجذبها اليك يا رب. تعال بشفاء، المس، المس امراض، المس سرطان، المس، المس اورام، المس التهابات، المس كسور، المس معاناة، المس أمراض عقلية، المس أمراض نفسية. خلينا كلنا نرفع صراخ بقلب واحد لأجل شعب الرب. ارفع صراخ في قلبك، ارفع صراخ لقلبك، قول له يا رب افتقد، 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 المس، اشفي، غير، بارك، املأ،
غير، ارفع، شدد، قوي، بارك، نور، حرر. شعبك محتاجك يا رب، منتظرينك، انت اله صالح يا رب. تحررنا، تشفي نعم نعم، نعلن إيماننا، لا تتغير، لا تتأخر، نؤمن بك، نؤمن بك. نصلي كلنا الصلاة الربانية وبعدها البركة الرسولية من جناب القسيس سامح حنات. عايز إعلان؟ في إعلان مهم. اسمعوني كويس قوي في اللي هقوله دوًا. بصوا، الأحداث عمالة تتصاعد بسرعة جدًا، واحتمال بكرة يجوا التحرير الساعة 7 يسمعوا الخطاب، وعلى حسب الخطاب هيتفاعلوا. فإحنا القسيس سامح وأنا كنا قاعدين مع بعض بنتكلم، وفي ارتياح داخلي جوانا إن الأربع والخميس مش هنعمل اجتماع الصلاة في الكنيسة، هنعمله في البيوت. خشوا على الويب سايت هتلاقوا المناطق، الهرم وشبرا والزمالك والمهندسين ومباب، كل حتة في بيوت مفتوحة للصلاة. خشوا على الويب سايت النهاردة بالليل، هنكتب كل العناوين وكل الأماكن وكل التليفونات. هنصلي الأربع والخميس من أجل سلامة مصر الأيام دي، أمين. وتابعونا على الويب سايت يوم الجمعة إذا كان هيبقى فيه اجتماع صلاة ولا لا. إحنا مش عارفين خميس بالليل هيبقى شكله إيه أو الجمعة الصبح. لغاية دلوقتي الجمعة قائم من 11 لواحدة أو الاثنين، هيبقى عندنا برضو اجتماع صلاة علشان يوم 30 والأحداث اللي بتجرى. لكن من فضلكم تابعوا التويتر والفيسبوك قبل ما تيجوا من الجمعة. بكرة مفيش والخميس مفيش، هنصلي في البيوت. ولو ما تقدرش تروح بيت من البيوت دي، جمع ناس حواليك في بيتك وقعدوا صلوا برضو من 7 لـ9، 9:30. القسيس سامح ده التويتر بتاعه، أو التويتر بتاعي @samh23، الاتنين هينزل عليهم كل المواعيد وكل المعلومات. خلونا نختم بالصلاة الربانية المرنمة وبعدها البركة الرسولية. أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن ما لغيرنا، لا تدخلنا في تجربة.
وإله السلام يعطيكم السلام من كل ناحية. نعمة ربنا يسوع المسيح، حبة الله الآب، وشركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد.